الأمير سعيد، هل في وسعكم أن تحدثونا عن حياة الأمير عبد القادر في الشام، وكيف كان يقضي أيامه بين العمل أي بين الشغل وبين العبادة؟ سأبدأ بمحادثتكم عن حياة الجد سيد الجد رحمه الله باختصار. بعد أن أدى سيد الجد فريضة الجهاد دفاعا عن الجزائر، دفاع سارت في أخباره الركبان، قرر الهجرة إلى الشرق، فكفله السلطان عبد المجيد الخليفة الأول على أن لا يشهر بعد ذلك حربا على فرنسا، فشد الرحال ببرجة حربية حملته فرنسا إلى القسطنطينية عاصمة الخلافة، وهناك استقبله الخليفة السلطان عبد المجيد أحسن استقبال، وأنزله على الرحب والسعة في سرايه، وبعد إقامة مدة من الزمن خيره جلالة الخليفة قائلا له: أنك في وطنك وبين أهلك وعشيرتك، فأنت حر بأن تختار مكانا لإقامتك في أي بلد شئت فهي بلادك. فاختار رحمه الله بورصة التي هي في بلاد الأمازون، واختار بورصة لأنها تشبه عاصمته في الجزائر معسكر في سهولها وأشجارها نعم. ثم بعد إقامة سنتين ونصف في بورصة كان يجتمع بالعلماء ويتلقى عنه العلم، وكان له مكانة ومحبة عند جميع أهل بورصة، وحتى أنه لما فارقهم عز فراقه، والوالي هناك الحاكم يعني بكى على فراقه، وكان مضطرا لمنارحة بورصة لأن الزلاجل تمادت مدة طويلة، فهاجر إلى الشام. وفي الحقيقة كانت هجرته إلى الشام نعمة من نعم الله، لأنه قام هنا بكل ما يجب عليه من أداء الفرائض والأحكام والمذاكرة مع العلماء في أكثر الأوقات، كانت تحمل العلماء عربة تأخذ 12 شخصا فتأتي بهم إلى القرى التي كان يسكن بها في بعض الأحيان متقنصا، وكانت أيامه كلها في طلب العلم ومجالسة العلماء، حتى أنه رحمه الله كان يمضي جميع أوقاته في طلب العلم. ومن جهة ثانية كانت أهل الشام نظرا لدينه وعيونه وانتبابه على العلم كانوا يتحاكمون عنده في مشاكلهم، وكان يحكم بينهم بما تقتضيه الشريعة، حتى أن أحد الولاة في سوريا خابر العاصمة وقال لهم إن الأمير عبد القادر هنا يحكم في الشريعة وهو يسير الأمور كما ينبغي، ولذلك ما بقي لي مقام هنا طالما هذا الرجل يقوم في هذه الشؤون. يعني أن الأمير عبد القادر حسب كلامكم وحسب التاريخ كان يعمل من الناحية العلمية أولا وكذلك، وهل هناك نواحي أخرى يعني من حياة أو جوانب أخرى من حياة الأمير عبد القادر من الناحية العلمية أو من ناحية الإقامة بالشريعة أو من ناحية الحكم بين الناس بشريعة الله، هل هناك جانب آخر يشتغل به الأمير عبد القادر؟ نعم، من المعلوم بأن الأمير عبد القادر بعد أن اضطر لمبارحة بلاده ووطنه الأول بعد ما جاهد 17 عام، أكثر إخوانه في الجهاد هاجروا أيضا وأخذوا موطنهم في الشام، وكذلك تلقتهم الحكومة إذاك على الرحب والسعة ومنحتهم أراضي كانوا يزرعون بها ويؤمنون معيشتهم. وفي أثناء ذلك يعني في عام سنة 1860 قاموا بعض الرعاة دروز
في لبنان نظرا لوقوع بغائم بينهم وبين النصارى حركوها ثورة ضد النصارى، وكانت تلك المذبحة المشؤومة التي سجلها التاريخ. فكان بيوته الواسعة رغما عن سعتها كانت مليئة بعشرات الألوف، وكان يطعمهم ويأويهم ويدافع عنه هو ورجاله. يعني كان الأمير عبد القادر ينظر إلى الناحية الدينية يعني نظرة واسعة، يعني لا على أساس طائفي، ولكن ينظر إليها كما ينظر إليها جميع المسلمين المؤمنين بالعقيدة الإسلامية، بأن الدين الإسلامي رحب يتقبل كل الأديان. قلت أن المرحوم رحمه الله كان يعد من العلماء، وكان تشتف فيه أكثر علماء الشام. ونظرا لذلك من المعلوم أن ما وقع للنصارى من قتل هذا يتنافى مع شريعة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني. فالشريعة الإسلامية حمت النصارى وحمت اليهود وجميع الطوائف على السواء، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. من هذه الناحية الأمير عبد القادر قام بهذه الواجبات، وبهذا العمل أطفأ نار فتنة من جهة، ومن جهة ثانية أقنع الجنرال الفرنسي الذي أراد أن يتخذ حجة من هذه المذبحة، من هذه الفتنة، لأن يدخل إلى الشام، وأوعد إلى الأمير بأن يخرج هو ورجاله، لأنه ربما يضطر أن يضرب الشام من جبل قاسوم. فأرسل له الأمير عبد القادر، قال له: إياك أن تخطي خطوة قبل أن آتيك. فذهب إلى مسافة 60 كيلومتر من الشام إلى قرية يقال له شتورة، وهناك سأله: لماذا أنتم تريدون القدوم إلى الشام؟ قال: لأجل حماية النصارى. فأجابه الأمير بأن الحكومة قامت بما هو واجب، حتى أنها أعدمت بعض المشبوهين بهذه الفتنة، والوالي أيضا حكمته في الإعدام إطفاء لهذه الفتنة. فما هناك ما بقي هناك أسباب لتبرر دخولكم إلى الشام، وهذا يغضب العالم الإسلامي. ولما أصر الجنرال على الدخول، قال له: إن واجب الديني كما وجب فرض علي أن أدافع عن النصارى بحسب ما قضته الشريعة الإسلامية، كذلك واجب يقضي علي أن أدافع عن هذا الوطن الثاني الذي أصبح موطنا لي، وإني سأحاربكم إذا أصرتم على الدخول إلى الشام. وهنا اقتنع الجنرال وخرج. فمن نتيجة هذه الحوادث يظهر لكم بأن الأمير عبد القادر كان وجوده في الشام حكمة، وكان فيه فوائد جمة. أولا كان ينشر العلم وينشر الشريعة ويحكم بشريعة الله، مما جعل له محبة في القلوب، وآثاره في هذه البلد لا تزال فترة، وجميع أهل هذه البلد يترحمون عليه ويزورون قبره ويقرؤون الفاتحة في أكثر الأوقات. في شارع الشيخ محي الدين ابن عربي وفي حي أبو جركس أحد أحياء دمشق يوجد مسجد الصوفي الكبير الشيخ محي الدين عربي. هذا المسجد الذي نشاهده الآن هو الذي اختاره الأمير عبد القادر ليكون فيه مثواه الأخير، اختاره بوصية منه ليكون بجانب هذا الصوفي الكبير. والآن فهيوا معنا أيها الإخوة لنهبط سويا إلى مسجد الأمير، إلى قبر الأمير عبد القادر الذي يوجد في الطابق الأرضي بجانب الشيخ محي الدين ابن عربي. هذا هو قبر البطل العظيم الأمير عبد القادر الجزائري الذي كافح الاستعمار الفرنسي مدة 17 سنة، وترك لنا تاريخا وطريقا استطعنا أن نرد الطأر وأن نسترجع البلاد بعد 132 سنة من الاستعمار والاحتلال. هذا هو قبر البطل الجزائري الذي دفن في جامع الشيخ محي الدين
عربي، وكان هذا الجامع أو هذا المسجد يزار آناء الليل وأطراف النهار. شقة الأمير سعيد، حيث يحتفظ الأمير سعيد ببعض الآثار لجده الأمير عبد القادر، ونحن الآن هنا لنسأله ليفسر لنا تاريخ بعض هذه الآثار. سيادة الأمير سعيد، في وسعكم أن تشرحوا لنا هذه الصورة الأثرية؟ هذه صورة نفيسة أهديت للجد سيد الجد الأمير عبد القادر رحمه الله من والدته السيدة زهرة بن دوخي، على أن تحبس في مكتبة الأمير عبد القادر وتبقى ذخرا لذريته من بعده، وهي تدعو بأن رب تعالى يوفق هذه العائلة وأن تسير على منهاج الآباء والأجداد. هذه القطعة هي من البخاري الشريف، وهناك صورة أخرى لأثرية وجدناها بين يدي الأمير سعيد، في وسعه أن يشرح لنا هذه الصورة. هذه صورة منقوشة بالذهب على البندقية التي أهدتها الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا وإيرلندا سنة 1860 اعترافا للأمير عبد القادر بإنقاذه الإنسانية وحمايته للنصارى الذين لجأوا إليه عملا بالشرع الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني. وهذا دليل على أن الشرع لا يبيح قتل النصارى أو أي طائفة من الطوائف، وهي تسمى الشريعة السمحاء بحق، لأن هذه الشريعة أسست على العدالة والتقوى. نرجو الله أن يلهم الأمة الإسلامية على أن تسير على هذا المنهاج. وهذه صورة أخرى، من فضلكم سيادة الأمير أن تشرحوا لنا باختصار هذه الصورة. هذه القبضة تبع البندقية التي أوديت كما ذكرنا، هي القبضة تبع البندقية وعليها شعار الملكة فيكتوريا. نشكركم سيادة الأمير سعيد على شرحكم لهذه الآثار العظيمة الموجودة بين أيديكم، ونتمنى أن تكون في متحفنا الوطني أو متحف الثورة الجزائرية في الجزائر.